أحسن الله إليكم، نستقبل هذا الاتصال. أبو عبد العزيز من الرياض، نعم. السلام عليكم. السلام. عندي سؤال جزاكم الله خير. تفضل. عندي والدي كبير في السن، عمره فوق 80، يذهب إلى المسجد، المسجد يمكن مسافة 100 متر، ولكنه أحيانا يطيح في الطريق وهو رايح أو هو راجع، ويتأثر من الطيحات هذه، يعني طاح عدة مرات، فما أدري نخليه يصلي في البيت ولا إيش تفتينا فيها؟ طيب، في سؤال آخر. سلامتك، شكرا. شكرا يا أبو عبد العزيز، تفضل يا شيخ. إذا كان يمكن يذهب معه أحد، أنت ولا غيرك من إخوانك، تحتسبون الأجر وتذهبون معه وتساعدونه، فهذا واجب عليكم وعليه أنه يصلي في المسجد. أما إذا لم يوجد من يذهب معه وعليه خطر أنه يسقط ويتأثر ويتضرر، فهذا عذر له أن يعني يصلي في بيته. نعم.